صلح لنا مع قمر الطائي شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع شيرين بيوتي اللي قامت امبارح بنشر مقطع جديد، وكان اليوتيوبر أسامة مروة من أوائل المشاهير اللي حطوا لايك على ريل شيرين بيوتي، والجمهور عم يعلق أنه أسامة ما قدر يتحمل جمال حبيبته شيرين. نمر أيضا في هذا الفيديو إلى قمر الطائي اللي تفاعلت امبارح بعدة ستوريات وكمان بوست جديد. يذكر أنه قمر الطائي حاليا مسافرة إلى العراق، ولاحظ الجمهور أنه أخ لنا محمد قام بوضع لايك على بوست قمر الطائي، والجمهور علق على لايك مصطفى أنه تم الصلح بين قمر ولانا، حيث يذكر أنه صار في خلاف بينهم في الفترة الماضية. أيضا لانا محمد قامت مؤخرا بعمل عدة ريبوستات توقع الجمهور أنه هي مرتبطة. أيضا لانا قامت بنشر إطلالتها للجامعة، ولاحظ الجمهور اختفاء لانا في هذه الفترة وربطوا موضوع اختفائها أنه هي عندها دراسة. نتمنى للانا المزيد من التوفيق والنجاح. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بحبكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.